محروس الله في الحين. امسك الواد ده، هاته يا غفير، اوعى اهرب منه. هات الواد ده، هات يلا يلا. هات اوعى يفلت منه، اوعى يا غفير، اوعى اهرب منه. يلا نلحق، يلا احنا خلاص قربنا نطلع من البلد. يلا يلا يا محروس، ما لناش حد فيها عشان نحط له. مش انت قلت لي كده؟ يلا قوم قولوا له يا فاطمه يلا يقوم. يلا انت مش واخده العيال؟ يلا يلا يا فاطمه، يلا قوم يا محروس، قوم يا محروس. بس يا مناري اهدي، قوم يا محروس، يلا يا محروس، محروس بس يا مناري، يا محروس يا محروس. افتح حوالي البايع. امشي يا اخوي، رزع هنا. اقفل الباب. اوعى تكون نسيت اللي انا قلتهولك. ايه؟ انسى ازاي؟ ده كلامي يا حضرة العمدة. براوة عليك يا والي. خد. دي 5 جنيه. حلوة. ليكوا كلكوا. مش حلوة. شوف بقى. أنا الموقف ده كبير، وأنا ما انساش رجالتي وفي فلوس كمان. يا سلام. ربنا ما يحرمناش منك. أنا مش عايزكوا تخافوا من جناب المأمور. ومش عايز كلمة كده ولا كلمة كده. لا كلمة تنقص ولا كلمة تزيد، اللي قلناه بالظبط هو اللي يتقال. ومحدش يخاف ولا يتلجلج من حاجة أبدا. تجاوبوا كده صح سليم، كأنكم بتقولوا الحق، والحق ما يخوفش. أنا عايز العدالة تاخد مجراها للنهاية. فاهمين اللي أنا قلته ولا مش فاهمين؟ هو فاهمين. فاهم هتقول إيه؟ هنقول الحقيقة بالظبط. مش الحقيقة يا حمار، هنقول اللي اتفقنا عليه. خلاص يبقى نقول اللي اتفقنا عليه. أنت بالذات ما تتكلمش خالص. ها. ما تنطقش. ها. العمدي. أنت كنت فين يا نيلة أنت كمان؟ أني أصلي حضرتك ما دريتش باللي حصل، ما عرفتش إلا لما لقيت عربية جت خدت جتة الواد محروس وطلعت بوها على المشراحي. أم جناب المأمور جه قلت أجي أقول لحضرتك. وصل. حضر له عشا بسرعة. أيوه. اتفضل. اهلا يا جناب المأمور. كانوا عايزين يهربوا من البلد. ايه دي هي سايبه ولا سايبه؟ لما كل واحد يعمل له عامله سوده ويهرب من البلد، يبقى اني بقى مش عمده ولا لي اي لازمه. صدق جنابك اني لا جالي نوم ولا غمض لي جفن ولا عرفت اكل لقمه طول ما العيال دول هربانين. ايوه امال، عشان تعرف ان وراك رجاله. مين البت اللي كانت بتصرخ بره دي جنب الجثه لما شالوها؟ ايوه دي البت اللي كان كاتب كتابه عليها المدعوء القتيل المجرم دي. ده خيب امالها بعيد عنك. اعوذ بالله، لو كان سمع كلامي انا ياما نصحته، بس هو كان عمره بسنانه ولا المجنون ابن المجنونه التانيه اللي اسمه ابو العيله دي. الواد قعدت اقول له يا واد عيب ما يصحش كده، ما تدخلش رجاله غرب في بيتك. استغفر الله العظيم من كل ذنب. لكن تقول ايه؟ ما عادش فيه رجاله في البلد يا اولاد ولا ايه؟ ده الواحد يعني ما بيطقش حد يسلم على جماعته سلام كده اهو. مش كل الناس زيك يا عمده. قطعه الناس اللي كده، بس الحمد لله زي ما تقول ربنا خد لي بطاري. ايوه امال ايه؟ اصل الاتنين محقوقين لي، قوم وقعهم في بعض الوقعه السودا دي. ده هبش مرات ده، قوم ده قتل ده، قوم الاتنين غرف 60 داهيه. حكمتك يا رب. هو العشاء اتاخر ليه؟ افتح المحضر يا ابني. وائل علم الدين زهران. ايه اللي حصل غفير؟ انا يا سعاده البيك، انا عندي نوبه سهر اني وكامل.
أنا قلت أسيب كامل عشان أشوف الأمن وهو مستتب. ها وبعدين؟ وبعدين يا سعادة البيه بصيت لقيت الواد محروس بيجري من ضربه العيلة، شوية ولقيت أبو العيلة بيجري وراه، شوية ولقيت فاطمة بتجري وراهم، قلت فاطمة راح تحصل أبو العيلة. أنا طبعاً كان كل همي إن أمسك أبو العيلة وأمسك محروس. روح ناديه لكامل، قلت له يا كامل روح بلغ العمدة إن محروس وأبو العيلة كانوا بيجروا برا البلد ووائل مسكوا. ماشي يا سيدي كمل. وبعدين يا سعادة البيه العمدة جه ومعاه الغفر كله. الواد محروس شاف الغفر هلين علينا راح هاجم عليا، راح الواد ابو العيله ناتش بندقيه من الغفر وراح ضارب طلقه راح اتجيف الواد محروس طب ساكت على الارض. المره اللي فاتت كان محروس هو اللي خطف البندقيه بتاعتك، حسب بقى اتذكر المره دي ابو العيله خطف بندقيه مين؟ الحقيقه سعاده البيه انا ما اعرفش، الكذب خيبه، بس انا شفت ابو العيله وهو ماسك البندقيه. انا كان كل همي ان الحق محروس يمكن يكون فيه الروح، لكن لقيته مفرفر اخر فرفره. اهو راح فطيس بعيد عنك، كان يجري ايه بس لو كان سمع كلامي؟ سبحان الله. وابو العيله يقتل محروس ليه يا غفير؟ يا سعاده البيه العلم عند الله، وبعدين لا مؤاخذه يعني البيوت اسرار وان الله حليم ستار. خلاص انت يا غفير اللي بعد. يعني الغفير كامل. اللي بعده ايه؟ احنا كده في عيدنا الاول بقى نشرب الشاي كده ونستمخ وبعدين نكمل. نشرب الشاي. شاي ايه يا ابوي؟ شاي ايه سعادتك اللي راح تشربوه والبلد فيها كتير؟ كل حاجه وليها اجراءاتها يا عم الشيخ، وانا ما اقدرش اعمل حاجه الا باذن الحكومه. ازيك يا شيخ محمود؟ ما تاخذنيش سعادتك على دخلة دي، أصل ده موضوع عمره ما حصل في بلدنا من سنين طويلة، أول مرة تحصل حادثة كتف. وبعدين إيه اللي سامعه من الغفر ده سعادتك؟ أبو العلة هو اللي طخ محروس يا عمدة؟ أنا يا أخويا ما أعرفش حاجة ولا شفت حاجة، اللي شافه عارفين هم الغفر وهم بيقولوا اللي هم شافوه، وكل واحد بقى مسؤول عن كلامه قدام ربنا ومسؤول عن كلامه قدام جناب المأمون. ده ابو العيله لو مسكوه سكينه وحطوها على رقبه فروجه ما يعرفش يذبحها. ايه؟ وانت ناسي يعني ان هو حاول يموتني قبل كده؟ يا ابوي نسيتيه وفاكريه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. يا فاكرني مصدق الكلام ده من اصله؟ انت يا عمده راح تغني وترد على نفسك؟ احترم نفسك وكلم كلام على قدك، ايه اللي بتقوله ده؟ انا عارف كلامي زين وعارف بقول ايه. طيب قول لي انت، ابو العيله كان عايز يموتك ليه؟ ما تقول. روح اساله هو يا اخوي، اساله هو شايل في قلبه ايه من ناحيتي، واساله هو جه هنا ليه وكان عايز ايه. يا ابوي انت اللي مشيع له وبعت له، ياك نسيت انت؟ لا ما نسيتش، بس اللي انت بقى ما تعرفوش ان هو راح يستسمح الشيخ مبروك عشان يقابلني، والشيخ مبروك جه يتوسط لي، وانا قلت عشان خاطر الشيخ مبروك بس. قلت وماله، اهو واحد برضه من اهل البلد حقه علي ان انا اقعد معاه واتكلم معاه واسمع له واشوفه عايز ايه، مش انا برضه المسؤول وواجب علي اقعد مع كل واحد واسمع له؟ مش دي شغلتي اراعي مصالح الناس؟ واسال الناس كلها انا عملت معاه ايه؟ ده انا وقفت جنبه وعملت معاه اللي ما يعمل، مش انا برضه اللي جبت له الحكيم يعالج له رجله؟ ولا دي ما تعرفهاش؟ ومش انا برضه اللي اديت له فلوس وهو متلقح في البيت مش لاقي شغلانه ولا حد بيسال فيه وبيديله مليم؟ ولا دي برضه ما تعرفهاش؟ ومش انا برضه اللي قلت له يجيب البت مراته تشتغل هنا في الدوار عشان يسترزقه؟ ولا دي ما تعرفهاش؟ ومش انا برضه اللي عرضت عليه يجي يشتغل عندي غفير في الارض واديله مرتب يوميه ما يحلمش بيها ولا اكبر خوجه؟ ولا دي ما تعرفهاش؟ هو بقى اللي رافض، اعمل ايه تاني انا بقى؟ لا يا ابو عملت، والله عملت كتير قوي قوي قوي. والسؤال عاد، ليه عملت كل ده مع ابو العلا؟ ها؟ وليه ابو العلا بالذات؟ ابو العلا الطحان جوز فاطمه. وايه اللي بالذات ده؟ انا خاري على البلد كله، وانا بقى مش لازم امشي للناس واقول انا بعمل ايه وبدي مين ايه وليه؟ ولا انت مش واخد بالك؟ انا عارف كل نفر في البلد محتاج ايه ومين محتاج ومين مش محتاج، وانا الحمد لله من فضل ربنا عليا
مكرمني ومخليني بدي كل اللي بقابله، وانا اللي بديه باليمين ما بتشوفوش ايد الشمال، واللي باخده بالشمال ما حدش بيشوفه اصلا. وبعدين فيه ايه؟ انت جاي تحقق وهياي في وجود جناب المأمور ولا ايه؟ اهدى بس يا عمده، مش كده؟ ما هو مش كلام ده يا جناب المأمور، فور دمي. يعني الواحد يعني يعمل كل ده للناس ولا عارف ينام ولا ياكل ولا يفكر؟ ده انا بشيلها من بقي يا راجل عشان يعني بلاش بقى الواحد يتكلم بقى، بلاش يتكلم. والله انت صعبان علي يا راجل. الله يكون في عونك انت، الله يعينك على نفسك يا عمده. السلام عليكم. على فين يا شيخ محمود؟ راح اشوف البنيه الغلبانه اللي كانت راح تموت نفسيها دي، واسيب سعادتك تعمل اجراءاتك وتمارس عملك، يمكن ربنا يقدرك وتوصل للحقايق وتحقق العدل اللي ربنا راح يحاسبكم عليه. السلام عليكم. سلام عليكم. سلام.